نروح الى موضوع اخر ونروح الى مدينه اخرى، نروح الى كركوك. اكو قريه اسمها او منطقه اسمها المنسيه، يعني يمكن اسمها اطلق بعد ما انه فعلا نست من قبل اي شخص مسؤول عن هذه المنطقه. الاهالي اشتكوا من انقطاع المياه لاكثر من 30 سنه، يعني ناس انتخبناهم وانتخبنا غيرهم واجا غيرهم وتغيرت وجوه وتغيرت مجالس محافظات، وهم في هذه المنطقه يشكون من موضوع انقطاع الماء، وهم هسه يشربون من ماء البئر. واحنا في العراق مو داعي اعلق اكثر، ولانه احنا اهل الماء المفروض نروح نشوف شنو معاناتهم مع موضوع الماء ونرجع. عندكم مشكله المي شرب؟ والله ما عندنا مشكله. شنو المشكله؟ شرب اليوم 30 40 سنه هاي ما نعرف المي الحلو. كم سنه؟ 37 سنة، بس أنا صار لي 10 سنين ما شفنا مي حلو. بس يا ما أدري شو. موجودة شبكة؟ موجودة شبكة ما يجي بها، بس مي مر هذا هل شوفوا هاي شو؟ مي ريك ارتوازي. شبكة مي حلو ما نعرفه أبدا، ولا حتى أولادنا تعرضوا للمستشفيات للحساسية، أمراض وأمراض كارثة وعمليات ضخمه. ما سبب المي؟ سبب المي، المي مالح هذا هذ يعني كبريت. مي لا مالح ولا مر، يعني المي هو لا هو مالح غير صالح حتى للاستعمال الحيواني، غير صالح للاستعمال اصلا. البير قالوا لنا غير صالح للاستعمال، بس لا حول ولا قوه. وين نروح؟ طيب ما يعني ما يعني جاتكم دارة الماء هنا شافت كلها جت انتظاهر عيب، ان نقطع الطريق عيب. احنا هالحي هذا حي المنسيه 300 دار تقريبا، زين شبكه مي، بس نريد مي حلو. شبكه موجوده، تعالوا عالجونا، جيبوا وصلوا لنا المي. سووا تانكي من 2003 هذيانو، يا ما جيبوا لنا من هين من هين. وهذا هذا الحياه، هذه حياتنا. الله يسلمك حجي. هلا شلونك حجي؟ الله يسلمك حياك. خلال تجوانا بالمنطقه هنا قدمتوا طلب ان قلتوا ما عندنا مي شرب، شنو مشكله المي شرب مالكم هنا؟ مشكله المي احنا صار لنا قرد بهاي المنطقه، اكثر من قرد. هاي المنطقه لا يصلها مي حلو، عندنا ريك طلعناه كان مسدود وسويناه. بعد مين مي عندكم؟ من الريك هذا. هذا ريك مي مالح. مي مالح؟ مالح، المبرده يستقل شهر الجل الذبه الجل. ورغم انتم بيوت يعني منطقتكم يعني مو متجاوز يعني؟ لا مو متجاوز، بيوت ترابي مالتنا ومشترينها بفلوسنا. لكن وهذا اللي على المي اثر حتى على اطفالنا. انا عندي طفل هسه طلبوا 1,600,000 عمليته. شنو سبب؟ اكياس مائيه من هذا المي المالح. هو حتى نفس الطبيب هذا شو قال لي هذا الشارب، قلت له والله عندنا مي مالح. اجا واخذوا عينات من زين. طيب شو تطالبون اليوم؟ والله طالب بس بالمي، كل شيء ما اريد. حتى عندنا هذا التقاعدات اللي انتم لها خليك تعون بس يجيبوا لنا المي. منطقة قديمة حيل، أول منطقة في كركوك. لحد الآن شبكة المي عدة مرات إجوا مسؤولين، إجوا نجيب لكم المي، ما يجيبوا لنا، يدزوا لنا تناكر يجيب لنا مي وسخ فصل الصيف كامل. بالشتاء للعلم إن بالشتاء يصعد لنا المي. يعني شنو الفرق بالشتاء يصعد وبالصيف يقطعونه من عندنا؟ أمراض، طرق ماكو، خدمات ماكو، منطقة نهائياً تعبانة، مهمولة. مستشفيات، أمراض، كلها تعاني من هال. زين هذا الحوض اللي هنا، هاي الاحواض اللي موجوده عندكم، هاي شنو هذا الحوض؟ هذا حوض هاي نخزن بها مي تناكر نشتري. تخزنون مي؟ نخزن مي. بس هم وسخ. مي نستخدم للغسيل والغير ما شابه، لان حتى الريك هذا المي. مي شرب المي يجيبون العدل؟ مي هي البلديه تخصص لنا تناكر بين يوم ويوم. يكفيكم؟ او ما يجينا مي حلو، اول ما يجي متابعه عاليه من قبل اداره الماء، يجي يجيب لك مي نظيف، ورا يومين ثلاثه مسؤول ما يقدر 24 ساعه وراه. طيب. يجيب لنا مي من هذا المي اللي انتم تستخدمونه هسه بالاساله موجود، اللي هو مي المالح، مي ريك مال الابيض. إيه؟ هذا دارت الصحه عندها علم بهذا المي؟ نعم دارت الصحه جت اخذته وحللته، ما يصلح للاستخدام الحيواني مو البشري. قالوا تمشون شغلكم به للغسيل وما غسيل والتناكر لكم. زين مشرب والله ان الله. اللي عنده سياره يجيب، اللي عنده سياره يجيب، والما عنده سياره ما. شو حجي؟ اللي عنده سياره يجيب الترامز ماكو؟ يروح يجيب من غير منطقة، من غير منطقة للمي الحلو. والماء عنده لا والله يشرب منها لا حول ولا قوة. هاي صار لي انا 10 سنوات هاي مي حلو. طيب شو تطالبون اليوم؟ والله طالب بالمي،
مية الحلو ونطالب بالمجاري، لان هسه يمكن اكثر العالم غسله شالت فرشاتها هي وترابها ولفتها. تغسل فرشه يطلع ميه هالقد على الشارع يصير طين. زين العالم وين تودي ميه؟ مرحبا. اهلا ومرحبا، اهلا بجانا. خالتي اريد تحكي لي يعني شنو مشكله المي مالكم، المي الحلو؟ والله مي ما يجينا مي حلو، ما يجينا ابد. ليش؟ ما ادري غير. ايش صار شم يعني؟ والله صار كم سنه من نزلنا لحد الان احنا ما شايفين المي مالكم. مي حلو. جهالكم. والله ايش نسوي؟ الله لنا. الله احسن الكل. مين تشربون لعب مي؟ والله من التنكر، التنكر كله دود، كله وسخ، كله وهذا نشرب منه. من الممكن أن يتغير واقع المنسية وأهالي هذه المنطقة ومعاناتهم مع الماي وغير الماي، لأنه حتى المنطقة بائسة شكلها، وبإيديهم بإيدين أهالي المنسية. بعد أقل من أسبوع راح تكون الانتخابات القادمة، المفروض أنه يروحون ينتخبون منهم وبيهم اللي فعلا يفكر بالمنسية وغير المنسية حتى يغير هذا الواقع المرير. ما معقولة لمدة 30 سنة هم ما شايفين الماي، يعني موضوع الماي انتهى. ما معقول اكو مشكلة، الناس وين وصلت واحنا لحد الان ماي ما قادرين نوصله الى المنازل حتى الناس ترتاح شوية. يعني يوميا يروحون ويعبرون مسافات في سبيل ان يروحون يهيئون لنفسهم او يوفروا لنفسهم الماء الصالح للشرب. يعني نتمنى انه يتغير هذا الواقع. نسمع بعد اشهر انه فعلا المنسية وصل لها الماي، وصلت لها الخدمات بأتم وجه. نذكر بطرق التواصل على مواقعنا الاجتماعية، ويعني صفحتنا المتميزة يلي المدينة الوحيدة والرسمية هي الفيسبوك، هذه هي صفحتنا. ونشوف مشاركات الأصدقاء اللي تصل من كل مكان، ومثل ما قلنا لكم أي شيء يخص المدينة وأهل المدينة وأي موضوع تشوفونه يستحق النشر، من الممكن أن تنشرونه على صفحتنا الوحيدة والرسمية لأهل المدينة، وإحنا إن شاء الله نعرضها لكم. تويتر ويانا أكيد، هذه أيضا صفحتنا الوحيدة والرسمية.